السلام عليكم. وعليكم السلام. بس يا ابوي كمل عدك ترد السلامات على حد. يا حول الله يا اخي يا اخي، ده السلام بتاع ربني ولا انتوا الفلوس لحست عقولكم؟ اوه تلخبطنا في العد يا اخي، ده صبحيتك مقندل على الصبح. مش شاكرين يا ولد عمي، تشكر والله. يا ابوي ده انا رميت السلام عليكم، وانا قلت لك هات حاجه نحطها في جيبي. يا اخي ربنا يزيدكم يا اخي، انا مش عايز حاجه منيكم. يا ابو العم احنا فاضيين لك، احنا ناس معانا بيزنس ومعانا شركات، مش زيك ما حلتكش حاجه فجري. يا اخي احنا سلام ورد نفس سرني، انت مكبر لي الموضوع. قوم بس قوم ولد عمي، شوف وراك يا قوم. ماشي هنقوم يا ابوي، وبعدين ربنا يزيدكم يا ابو عمو. اولا نكره لكم الخير، وعلى مسألة يعني انا ما حلتيش حاجي الحمد لله، ده انا نشم ظهري دي نشبع، وانا مش عايز حاجه منيكم، وربنا يزيدكم كمان وكمان. ليه بس العمايل داي ولا كل ربنا كرمه بقرشين؟ خلاص على كده هيفتري على الناس. وبعدين يا ابو عمو انتوا هتسافروا من زمان، وربنا كرمكم في الغربه بتاعتكم، والله يوسع عليكم، هتفتروا على الرجل الفقير. طب انا شغال وراجل على كد حالي وساتر وقتي والحمد لله، وراضي بقليلي، ومش عايز حاجه منكم يا ابو عمو. عجبوا لي شكر الدقيق؟ لا ولا هو صح، الشبع بعد الجوع يعمل كثير. يا اخي يا اخي اتقوا الله شوي. وبعدين يا ابو عمو لو كنت حافي وربنا رزقك بشبشب ما تغيرش مشيتك، خليك ماشي زي ما انت، امشي عدل يا اخي. فلوس لفلوس في عين ابن الوصول، ورق بالون ملاش هتلت اللازمة. يود انت هتاخد تدي معاي في الكلام، انت لو معاك فلوس كنت قعدت معاي وخدت وديت في الكلام. قوم يا شيخ، ده احنا متربين عليه دي. قوم. لا ليك حق انك متربي عليه، بس اللي تمنى فلوس رخيص ولا ليه يا قيمي. اهم حاجة السات، واهم حاجة الصحة، الفلوس هتروح وتيجي. بس يا ابو عمو، وبعدين الحمد لله الغنى غنى النفس مش مسألة فلوس. يا ما ناس معاها فلوس ومعاها قصور وحتة اللحم مش هتقدر تاكلها. وفي راجل ماشي على كد حاله وساتر وقته، بس ياكل اللي في نفسه. وتشكر يا اولاد عمي وتصدقوا تؤمن بيها، والله العظيم ما نتشرف انكم تكونوا اولاد عمي. السلام عليكم. خد يا هاد خد، اشبع يلا قوم. ما تلزمنيش فلوسكم، والله العظيم لو اوضة معباية فلوس الحمد لله العين مليانة ومسطورة. وبعدين انا قرش حلال، اما انت يا عالم عادي فلوسكم دي عجبوها منين؟ ليه بس كده يا اخي؟ ده مهما كان ولد عمه، وانت كسرت بخاطره، وهو كل كلمه قالها كان عنده حق فيها بصراحه. مالك يا سمى، في حاجه مزعلك يا اخي؟ والله يا ابو عوض انا تعبت من الناس كلها يا اخي، كل اللي ربنا يكرمه بقرشين يا راجل، شايف شي حد؟ ايه ده يا راجل، دلوقتي معدي على عيلة عمي، رميت عليهم السلام ما رضوش يردوا علي، ودخلوا لي الامور مش عارف في فلوس، وهيعايروني بفقري قا مش عارف ايه. قلت لهم ده انا نشم ظهري دي نشبع، هو انا عايز حاجه منكم ولا ايه؟ ادلكت الناس يا ابو، كل واحد ربنا رزقه بقرشين يتعنطز على غيره. طب ليه يا ابو عوض العمايل ده؟ ليه بس؟ الواحد يا اخي اهم حاجه الساتر، الناس بعدت عن دينها واخلاقها وما فيش، وكل بقي عق يا راجل. يا عمي الشباب على الجوع يتعب يا هيثم، والجماعه دول عايشين في الاوطه. على رايك والله يا ابو عوض، كلها مظاهر كذابه، ربك يسترها يا اخي من عندك. بس هاي سلامة الله. مجيت تاخذ ضماني؟ الله يخليك. مجيت عالي؟ سلام الله يبارك فيك، وربك يوسعها على الخلق، والله احنا نحب الخير للناس كلها. ربك كبير مش هنسى حد، ربك كبير مش هنسى حد.